الكريم. الأخ محمود يسأل عن الاستثناء في الدعاء، ما معنى الاستثناء شيخ الكريم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين أو في اليمين معذرة، استثناء في اليمين فإن حنس فلا شيء عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الاستثناء يقول إن شاء الله، يعني مثلا يقول والله لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله، هذا الاستثناء، هذا هو الاستثناء. فإن حنس يعني لم ينفذ فلا كفارة عليه، لأنه قال إن شاء الله. أيوة تمام.